الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ومعونته من الآن وإلى الأبد الأبدين كلها أمين. بمعونة ربنا النهاردة كما هو مبين في جدول المحاضرات نجتمع حول ثلاث محاضرات أساسية جدا في العقيدة، ودراسة العقيدة هي ركيزة في التعليم الكنسي القبطي الأرثوذكسي، لأن العقيدة هي خريطة الإيمان، وبدون العقيدة وبدون سلامة الإيمان لا تستقيم حياتنا مع ربنا. فكل أرثوذكسي يعيش عقيدته ويعيش إيمانه يصل إلى بر الأمان بسلام. واليوم معنا أبونا الحبيب أبونا باسيلي سمير، مدرس العقيدة في الدير المحرق وأيضا في أماكن كثيرة من الإكليريكيات الفروع. اليوم معنا ونبدأ المحاضرة الأولى في موضوع مهم جدا. أرجو اليوم نتحرك بسرعة، نتفاعل بسرعة من أجل أن نستزيد بأكبر قدر ممكن من زاد المعرفة. المحاضرة الأولى يكلمنا فيها أبونا عن الروح القدس وأيضا عن كنيسة الثالوث القدوس. كنيستنا هي كنيسة ثالوثية، ونقول محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة ومواهب وعطايا الروح القدس، لأن جميع العطايا تعطى من الآب بالابن في الروح القدس، من الآب بالابن في الروح القدس. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة ومواهب وعطايا الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا وتثبتنا إلى نفس أخير. يتمجد اسم ربنا القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. نقرأ بنعمة الله وبإرشاد من روحه القدوس بعض الآيات من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول، الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 12 من آية 1 لآية 3. وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا، أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البكم كما كنتم تساقون. لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أنا ثيمة، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعنا يا أبائي وإخوتي أمين. زي ما قدس أبونا قال من شوية، إحنا مش كنيسة أقنوم، بل إن الكنيسة الأولى في قوانينها حرمت كل من يعمد على اسم أقنوم، لأن في فترة من الفترات كانوا بيعمدوا على اسم يسوع المسيح فقط. أعمدك يا فلان باسم يسوع المسيح، اتفضل امشي. طلعت قوانين المجامع تقول لا، أي نعم معموديتنا اسمها معمودية المسيح تمييزا لها عن معمودية يوحنا، لكن تمارس باسم الآب والابن والروح القدس. الكنيسة القبطية فعلا ما هياش كنيسة الروح القدس، ولا هي كنيسة الآب، ولا هي كنيسة الابن. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة ايه؟ الثالوث. حلو خالص الكلمة اللي بنقولها في صلواتنا، تي اترياس اتجيك ايفول، الثالوث الايه؟ الكامل المساوي. كل عمل بتعمله الكنيسة، كل صلاة، كل طلبة ما ينفعش إنها تتم بأقنوم واحد،
ما ينفعش أقدم المجد أو الشكر أو الكرامة لأقنوم واحد، ما ينفعش أقدم عبادة لأقنوم واحد. دايما كنيستنا تشدد نسجد له ونمجده مع مين؟ مع مثلا الأب والابن، مش لوحده. ولو هنتكلم عن الابن يبقى مع الأب والروح القدس، ولو هنمجد الأب مع الابن والروح، لأن احنا كنيسة ايه؟ نحن نعبد الثالوث في وحدانية، نحن نقدم مجد متساوي وكرامة متساوية من غير ما نعلي أقنوم على التاني، ومن غير ما نمجد أقنوم أكتر من التاني. عشان كده الكلمة الجميلة اللي بنقولها في صلواتنا أم أوسيوس نيمفيوت، دي مش بس تخص الابن، مش بس الابن اللي مساوي للآب في الجوهر وفي الكرامة وفي المجد، لكن كمان الروح القدس أم أوسيوس نيمفيوت. كمان نقدر نقول التلات أقانيم بالنسبة لبعضهم إيه؟ أم أوسيوس. التلاتة متساويين في المجد والكرامة والعبادة والشكر، وكل شيء في الكنيسة يتم من خلال الثالوث، وده اللي بنسميه ترياديكي أرشي أو العمل الثالوثي أو التدبير الثالوثي. قديس غرغوريوس أسقف نيسوس يقول لنا كده، كل عمل، كل عملية تأتي إلينا من الله إلى الخليقة، أي حاجة، وتسمى بحسب فهمنا المتنوع لها، سميها موهبة، سميها نعمة، سميها عطية، سميها زي ما تسميها، يقول كده لها أصلها من الآب وتأتي إلينا من خلال مين؟ الابن، وتكتمل في الروح القدس. أي حاجة عندنا في كنيستنا، أي عمل في كنيستنا، أصله مين؟ الآب، له أصله في الآب. طب خدنا العطايا والهبات والبركات دي بمين؟ الابن اللي نزل من السماء للأرض، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. طب الذي له ده بقى وصلنا إزاي وتثبت فينا إزاي؟ بالروح القدس. إذن ينفع بعد ده كله نبقى كنيسة أقنوم؟ ينفع بعد ده كله ننسى الأب والابن وبس نهتم بالروح القدس، أو ننسى الروح القدس ونهتم بالأب والابن؟ نحن لسنا كنيسة أقنوم، لكننا قلنا كنيسة إيه؟ كنيسة الثالوث. عشان كده نبدأ كل صلواتنا بالبسملة باسم الآب والابن والروح الإيه؟ القدس. ونختم كمان صلواتنا بالكلمة الجميلة اللي قالها لنا أبونا، محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس تكون معه. فبنبدأ العبادة باسم الثالوث ونختمها كمان باسم الايه؟ بس مش واخدين بالكم ان الروح القدس مش مهمل اهو، ده احنا قلنا محبة بس للآب، وقلنا شركة او نعمة بس خصناها بالابن، ولما جينا عند الروح القدس قلنا ايه؟ شركة وموهبة وعطية. يبقى احنا مقدونيين؟ احنا اعداء للروح القدس؟ احنا مهملين للروح القدس في عبادتنا؟ بالطبع لا. عشان كده كنيستنا تعلم جيدا لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بايه؟ بالروح القدس. الكنيسة بتاعتنا مدركة تماما ان الروح يشكل كلنا على صورة الابن، يا أولاد الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم، والابن ينقلنا إلى ملكوت مجد إيه؟ محبته، وبالتالي يصبح لنا نصيب وشركة مع الآب من خلال الابن وبواسطة الروح القدس. الكتاب يقول لنا ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن. لكن الروح القدس ليه مش مذكور في الآية دي؟ هل لأنه مهمل؟ هل لأن المسيح نفسه مش مهتم بالروح القدس أو عدو للروح القدس؟ لا، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، فالكلام ده كان هيبقى كبير شوية على ذهن التلاميذ. إداهم إعلان جزئي عن علاقة الآب بالابن، لكن إحنا ندرك أن كل ما للآب هو للابن
هو للروح القدس ما عدا الخاصية الأقنومية بتاعتهم. ليس أحد يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. عشان كده كل عبادتنا تتم من خلال الثالوث. طيب تعالوا نشوف الثالوث في العبادة بتاعتنا. تعالوا نشوف الآب والثالوث والابن والثالوث والروح القدس والثالوث. بتبدأ صلواتنا أول ما الكاهن يدخل الكنيسة يفتح الستارة يقول كده إيلي سوني ماس أوثيوس أوباتير بانجترياس إيلي سوني ماس. يعني إيه؟ ارحمنا يا الله الآب. ضابط الإيه؟ مش كده كفاية؟ هل أبونا بيقف بس عند الجملة دي ويسكت؟ لا، يروح يكمل كمان ويقول كده أيها الثالوث القدوس. لإلا حد يظن إن الآب هو الله والابن والروح القدس دول مجرد صفات. لإلا حد يظن إن إحنا بنعبد الآب أما الابن والروح القدس دول أقل في الجوهر. فإن كنا بنبدأ بالآب على إن الآب هو العلة والسبب وهو المبدأ وهو النبع، بس برضو مش بننسى الثالوث ونقول أيها الثالوث القدوس ارحمنا. القديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات يقول لنا ملاحظة مهمة شوية. يقول لنا كلمة آب، وهي في الأصل كلمة سريانية معناها نبع ومصدر. يقول لفظ الآب مش اسم جوهر، يعني مش جوهر الله الآب، ولا اسم فعل، يعني مش خاصيته الأقنومية إنه شغال في الثالوث آب، لكن يقول إن كلمة آب في حد ذاتها اسم علاقة. يعني لما أقول باسم الآب في الحقيقة هو قبل مين؟ هو قبل الابن وبثق للروح القدس. وكأن لما بذكر الآب بذكر الثالوث في الآب. يقول لنا كده القديس غرغوريوس أنه اسم علاقة يدل على ما هو الأب بالنظر إلى الابن، أو ما هو الابن بالنظر إلى الآب. لذلك في عبادتنا نهتم خالص بأن احنا لما نتكلم عن الثالوث نتكلم عن شركة الحب في الثالوث، مش بنتكلم عن الثالوث على أنه أجزاء فالله أو ثلاثة أشخاص منفصلين وتجمعوا كده في وحدة مع بعضهم في الفكر أو في عمل أو في غيره. احنا بنتكلم عن إله واحد. ما ينفعش أركز على أقنوم وسيب الأقانيم التانية. بنشوف الأب في الليتورجية بتاعتنا لما نبدأ كده صلاة الشكر، فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. لاحظوا هنا احنا بنكلم مين؟ الآب. بس لما ذكرنا الآب ذكرناه وحده؟ لا، ده احنا ربطناه بالابن. في قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض. بس لا، دي الكنيسة كملت بعدها نؤمن بربنا يسوع المسيح، وختمت في مجمع نقيا قانون الإيمان بعبارة مختصرة: نعم نؤمن بالروح القدس. لأن بدعة مقدونيوس ما كانش لسه ظهرت، ورغم كده برضو ذكروا الروح القدس ضمن قانون الإيمان. لأن قلنا إحنا كنيسة إيه؟ كنيسة الأب بس؟ كنيسة الإبن بس؟ كنيسة الروح القدس بس؟ ينفع أقدم أي عبادة لأقنوم دون الأقنومين الآخرين؟ لا، ما ينفعش. حتى المرات اللي ممكن نذكر فيها أقنوم، في حاجة عندنا في اللغة العربية اسمها بدل بعض من كل. لما نقول مثلا وكان عدد الذين آمنوا في يوم 50 5000 نفس، نحو 5000 نفس. كلمة نفس هنا معناها إن النفوس أمنت والجسد والروح ما أمنوش مثلا، ولا ده اسمه بدل بعض من كل، ذكر جزء من الإنسان للإشارة لمين؟ هكذا في بعض آيات مثلا الكتاب يقول لنا لأن الآب يحب الإبن، وما يقولش لأن الأب يحب الروح القدس.
خدت بالكم من دي؟ طب هل معناها ان الاب بيكره الروح القدس هو كمان؟ لا، اصل الوقت ده ما كانش ينفع يديهم الاعلان بالكامل، اداهم الاعلان المرحلي. لكن في حاجه بيسموها كده حذف المعلوم جائز. يعني ايه حذف المعلوم جائز؟ ما هو معلوم، بما ان الله محبه والاب يحب الابن يبقى اكيد بيحب مين؟ ان كان بيحبنا احنا، ان كان بيحب الخطاه مش هيحب الروح القدس؟ بس مش لازم يقولها في كل نص، اصلها مفهومه. واحد يقول طيب ما انتوا عندكم قداس اسمه القداس البسيلي للاب، وقداس اسمه القداس الكيرلوسي لمين؟ للاب. يبقى انتوا كده بتوجهوا الصلاه او العباده للاب فقط. دي برضو مغالطه تاني، لان القداس بتاعنا بيبدا بحاجه اسمها قداس الكلمه. ومين هو الكلمه؟ الاب. وقداس الكلمه بيبدا بحاجه اسمها لوغوس ابيكليسيس او استدعاء الابن. بنستدعي الابن ونقول له اظهر وجهك على هذا الخبز وعلى هذه الكاس. ونيجي في نص القداس اللي اسمه قداس الاب، نعمل حاجه اسمها استدعاء الروح القدس. حتى وان كان اسم القداس انه للاب، بس الابن حاضر والروح القدس ايه؟ حاضر. اصل احنا مش كنيسه اقنوم، امال كنيسه ايه؟ كنيسه ايه؟ احنا اعداء الروح القدس؟ احنا مهملين للروح القدس؟ لا، احنا بنعبد تي اترياس اتجيك ايفول، الثالوث الكامل. احنا مش بنعبد جزء من الله، مش بنعبد اقنوم واحد ونترك بقيه الاقانيم. نحن ندرك تماما ان عبادتنا عباده كامله لله الكامل. طيب تعالوا نشوف الابن، وبرضو لما بيذكر الابن لا يذكر وحده، يذكر مع مين؟ الاب والروح القدس. القديس أثناسيوس لما عمل لنا اللحن المشهور اللي هو أيها الابن الوحيد وكلمة الله الذي لا يموت القابل كل شيء لأجل خلاصنا المتجسد من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، تعالوا نشوفوا اللحن ده وإيه الحاجات اللي ممكن نستوعبها منه أو الإشارات اللي فيها. أول حاجة، رغم أن اللحن ده بيرد فيه القديس أثناسيوس على أريوس عشان يؤكد على كمال إلوهة الابن، بيؤكد كمان على كمال أبوة الابن للآب، وإن الابن مولود أزلي بأزلية الآب، لأن الابن هو حكمة الله وعقل الله. ولو قلت إن الابن زمني يبقى مرت فترة الله بغير عقل، فلما أنقص من الابن كأني بوجه النقص لمين؟ للآب. ولما أكرم الابن أكرم مين؟ الآب الذي أرسله، نتيجة طبيعية ومنطقية. يتكلم كمان اللحن ده عن تفرد بنوة الابن. يمكن كلمة مونوجينيس البعض بيقول ان الترجمة الحرفية لها only begotten son او المولود الوحيد، ما فيهاش كلمة الجنس دي. ويمكن من سنة او سنتين شفنا بعض المرتلين بيحذفوا كلمة الجنس ويقولوا ايها الابن الوحيد. حرفيا الكلام ده مظبوط، لكن لاهوتيا المعنى يكتمل بكلمة الجنس، لأن معناها بيقول لنا اللوغوس ده، الابن ده، الابن الفريد من نوعه، المسيح ابن الله، وقدس أبونا من أولاد ربنا، وأنا من أولاد ربنا، وحضراتكم كلكم أولاد ربنا. بس هل أنا زي اللوغوس؟ هل حضراتكم راسكم براس اللوغوس؟ ده الابن ابن الله بالطبيعة، لكن احنا ولاده بمين؟ يعني بالتبني. عارفين قصة الطفل شنودة؟ من محبته راح جابنا من ملجأ الأيتام. أما اللغز ابن الله بالطبيعة اللي بيحمل كل صفات الآب، اللي فيه يحل كل ملء الايه؟
اللاهوت. عشان كده حتى وإن كان النص اليوناني ما بيدلش قوي على كلمة الوحيد الجنس دي، الفريد من جنسه ومن نوعه، بس لاهوتيا أعتقد، وأبونا يصحح لي لو بتكلم غلط، إنها بالعكس هي كلمة في الترجمة العربية مطلوبة عشان تميز بين بنوتنا إحنا العادية اللي بالتبني وبنوة اللوغوس الفريدة من نوعها للآب. أقنوم الكلمة اللي هو اللوغوس لا يموت. عارفين ليه؟ لأن الآب لا يموت، لأنه متحد بالروح القدس وروح الله لا يموت، لأن الروح القدس هو روح الإيه؟ روح الإبن. بما أنكم أبناء أرسل الله روح إبنه، فالإبن حي بالروح القدس. وإن كان الإبن حي لا يموت، ده لأن الروح القدس حي لا يموت. يعني أقدر بعد ما أقول اللحن ده أقول أنه لحن يخص الإبن فقط؟ ولا لو دورت كده وتأملت ألاقي أن القديس أثناسيوس وفيما هو يدافع عن إلوهة الإبن يؤكد على إلوهة الآب وإلوهة الروح القدس في نفس الوقت. أخيرا بيؤكد النص ده على تجسد الكلمة من العذراء زمنيا وقبوله الموت بالجسد، أما لاهوتيا فهو لا يموت. بنصلي كمان في وشية الإنجيل: افتح حواسنا بأوامرك المقدسة كما صرت الله أبيك الصالح. إيه ده؟ أنت مش بتخاطب الإبن؟ مش كفاية؟ لا، حتى وانا بكلم الابن اقول له افتح يا رب يسوع المسيح حواسي، برضه ببص على الاب اقول له بمسره مين؟ ابيك الصالح والروح الايه؟ والروح القدس. في صلاه الاستدعاء بنقول له اظهر وجهك على هذا الخبز وهذه الكاس. كفايه كده؟ لا، ده احنا نعمل استدعاء تاني في نص القداس: ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين. الله، مش كفايه ان انا استدعيت الاب والقداس كله اسمه قداس موجه الى الاب، واستدعيت سور الابن في في في, في وشيت او في في وشيت التقدمه؟ لا، احنا مش كنيسه ايه؟ اقنوم. احنا مش بنعبد جزء منفصل عن الإله اسمه الروح القدس، ورنم بس للروح القدس، وصلي بس للروح القدس، وأوعظ بس على الروح القدس. عشان كده كنيستنا حريصة أول ما يجي بسيلي مثلا وياخد الطيار ده وكل كلامه بس أو ترنيمه بس عن الروح، أبونا أثناسيوس يقول له: بسيلي ستوب، في حاجة غلط عندك. صح ولا لا؟ هل كده أبونا ظلمني؟ هل كده مثلا أبونا دماغه متعصب؟ ولا كده أبونا بيحطني على المسار المظبوط عشان يقول لي إحنا كنيسة سالوس؟ تعالوا بقى نشوف الروح القدس اللي بيقوله إنه مظلوم في كنيستنا. قديس أثناسيوس يقول كده: أن الأشياء المخلوقة بالكلمة تنال قوة الوجود من الكلمة بالروح. كل حاجة عندنا وإن كانت خلقت بكلمة الآب بس أخذت حياتها من مين؟ من الروح القدس. عشان كده الكنيسة بتمارس عبادتها ليس فقط للابن وليس فقط للآب وليس فقط بالروح القدس. عدوا عندكم: أولا، إيمان كنيستنا إن استدعاء الروح القدس شرط أساسي لإتمام أي سر من الأسرار. الأسرار السبعة كلهم لازم أستدعي الروح القدس، لازم أطلب من الروح القدس إنه يحول ماء المعمودية، إنه يبارك العروسين وندهنهم بصلاة الزيت اللي بتشير لعمل النعمة وعمل الروح، إن الكاهن يقف قدام سيدنا في نهاية القداس ويقول له: فتحت فمي واكتذبت لي روحاً من روحك، فينفخ في وشه ويقول: اقبل الروح القدس. ما عندناش اي سر من اسرار كنيستنا ينفع يتم الا بصلاه الابيكليسيس دي اللي هي صلاه الايه؟ الاستدعاء. يبقى احنا كنيسه عدوه للروح القدس؟ مستحيل طبعا. القديس ديديموس الضرير يقول: لقد اسس كنيسته على الانهار
إذ جعلها بتدبيره الإلهي قادرة على أن تأخذ الروح القدس الذي منه تفيض النعم كما من رأس الينبوع حيث تخرج منه مياه حية. الكلمة دي طبعا اللي قالها الكتاب من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وطبعا في المزمور الأول الشجرة المغروسة على المياه تشير إلى المؤمن المغروس في الروح القدس وبيتنعم بعطايا الروح القدس زي ما قال كده وفسر القديس ديديموس الضرير. فأول حاجة عندنا في كنيستنا تخص الروح القدس صلاة الاستدعاء في الأسرار السبعة. اتنين، ما عندناش سر اسمه سر الاب ولا عندنا سر الاب، بس في عندنا السر التاني اسمه سر الايه؟ سر الميرون، سر مسحة الروح القدس. الله، ما عندنا هو، احنا مش بنهمل الروح القدس، ده موجود في عبادتنا وليه سر خاص بيه، وما ينفعش أأخر السر ده. يمكن في كنائس تانية تعمد الطفل وتقول ياخد الميرون على سن 12 سنة، احنا لا، يطلع من معمودية وفيما هو صاعد من الماء فورا الروح القدس عليه مثل حمامة. يبقى احنا كنيسة بتكرم الروح ولا لا؟ ده مش بس كده، ده احنا عندنا كمان عيد اسمه عيد الخمسين، عيد البنطقسطي، والعيد ده تذكار لحلول الروح القدس على التلاميذ وليه ألحان خاصة بيه، وبيتقال لحن الروح القدس لحن بيه ابنفما، ويخلص البنطقسطي في الصبح، ويخلص الطقس المختلف بتاع عيد الخمسين ده اللي بنعمله ان تتقري صلوات الساعة الثالثة فقط، ثم ما نقراش القطع، نقولها بعد الإبراكسيس بلحن مميز، ثم نيجي بالليل نعمل صلاة الساجدة. ومش ساجدة واحدة، لكن كم ساجدة؟ ثلاث سجدات، وكأننا حتى وإحنا في سجدة الروح القدس اللي بننحني فيها خضوعا لاستقبال الروح القدس كل شيء بالثالوث إيه؟ بالثالوث يكمل. خامس حاجة، حتى في الألحان، ده إحنا عندنا على مدار أيام صوم الروح، صوم الروح الرسل، لحن جميل اسمه إيه؟ بابنفما، وصعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا. صوم الرسل ده أحيانا بيكون 49 يوم، 49 يوم نقول إيه؟ أرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي أمين الليلويا. وبمناسبة أمين الليلويا، أحد الوعاظ المشهورين قال يا إخوة خايف أقول الليلويا يقولوا علي مش أرثوذكسي. طب صدقوني بتكلم صح، مش اللي بيقول الليلويا بيقولوا عليه مش أرثوذكسي؟ دي برضو مغلطة، ده احنا أكتر كنيسة بتقول الليلويا، ده احنا ما نبدأش التسبيح بغير ايه؟ أمين الليلويا كريالايسون، وفي وسط الهوس الثالث نعمل ايه؟ الليلويا. الرابع الليلويا الليلويا. ولما نيجي نختم المزمور الخمسين الواحد المائة وخمسين الليلويا الليلويا بيقو أوفا بنو تيبي الليلويا تاني برضو. ويا سلام كده لو سهرانين ابو غلمسيس وقللوا يا بتاعت انا الصغير وفي اخواتي ياه، وبعد كميه قللوا يا دي يطلع واحد يقول لنا انتوا اعداء قللوا يا، امال ده كله يطلع ايه؟ ده في كياهك بس مديحه امين قللوا يا بنقول قللوا يا دي 50 مره. بس احنا بنصدق المغالطات دي ونقتنع ان احنا فعلا اعداء الليلويا واعداء الفرح واعداء الروح القدس. من ضمن الحاجات ان الكنيسة بتصلي ساعة خاصة بالروح القدس، الساعة الكام؟ الساعة التالتة، تذكارا لحلول الروح القدس على التلاميذ. من ضمن الحاجات ان الكنيسة حاطة قطع خاصة بالروح القدس
أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل، كنز الصالحات، معطي الحياة، ده مين ده كله؟ الروح القدس. مش بس نقولهم في صلاة الساعة الثالثة، ده نيجي في هجاعات نص الليل الثلاثة نكمل بنفس القطعة الخاصة بالروح القدس. يبقى احنا معقول بعد ده كله كنيسة عدوة للروح القدس؟ قانون الإيمان مش بس بنقوله مثلا في العشية، ده في عشية وفي باكر والقداس وفي صلاة الحميم وفي صلاة الجناز وفي صلاة الإكليل، وكل صلاة نعملها تقال الأمانة. إيه هي الأمانة؟ قانون الإيمان. وفي نهاية الأمانة نقول نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده وحده. ولا حد تاني معاه؟ ما ينفعش وحده، ولا الأب وحده، ولا الابن وحده. احنا كنيسة ايه؟ كنيسة الثالوث وشيعة السلامة. نقف كده نصلي نقول فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، لأن احنا مدركين زي ما قال القديس باسيليوس أن الله يسكن فينا، وذلك لأن روح الله يخلق في كياننا حياة الله، أي سكن الحياة الأبدية. في التحليل اللي بيصليه الكاهن يقول كده فليكونوا محاللين من فمي بروحك القدوس، وفي نهايته يقول لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس. رقم 11، الكنيسة بتعترف بدور الروح القدس وعمله في الوحي. فكل ما نصلي سفر أعمال الرسل ونختم كده الإبراكسيس فلنختم أو فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين المؤيدين بنعمة مين؟ كمان كنيستنا لما بتتكلم عن التجسد، تجسد وتأنس وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني من مين؟ من الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بإيه؟ بروحك القدوس. وهكذا لحد ما نوصل لصلاة الاستدعاء في قداس البسيلي ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين. في القداس الكيرولوسي أنشودة جميلة جدا في أكتر من طلبة للروح القدس، أرسل إلى أسفل من علوك المقدس ومن مسكنك المستعد ومن حضنك غير المحصور ومن عرش مملكة مجدك الباراقليط روحك القدوس الأقنوم غير المستحيل ولا متغير، الرب المحيي الناطق في الناموس والأنبياء والرسل، الحال في كل مكان، المالئ كل مكان ولا يحويه مكان، واهب القداسة بسلطة بمسرتك للذين أحبهم. كل ده ينبوع النعم الإلهية المساوي لك المنبثق منك شريك عرش مملكة مجدك وابنك الوحيد ربنا وإلهنا الله. هي دي مش صلاة للروح القدس؟ إيه اللي دخل الأب في الموضوع؟ هو الكلام ده مش للروح القدس واستدعاء للروح القدس؟ إيه اللي دخل الابن في الموضوع؟ ما ينفعش. إيماننا إيمان إيه؟ ثالوثي. عقيدتنا عقيدة ثالوثية، كنيسة متزنة في صلواتها في عبادتها في لترجيتها اللي بتترجم لينا العبادة. عشان كده قالوا أن الكنيسة عاشت الإيمان ثم صاغته. لما نستقبل عريس وعروسة، لما نستقبل سيدنا، لما نيجي عندنا مناسبة مهمة، إيه اللحن المشهور بتاع الرسامات وبتاع الأفراح لما يكون كده العريس قريب المعلم وعايز يجامله يعني؟ ده نديله واحدة كده لحن الروح القدس بإبنفما. ما ينفعش أقول بعد ده كله إنها كنيسة مهملة الروح القدس. رقم 15، حتى عند انتقال الميت نصلي المزامير اللي بتقول لنا إلى أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختبئ. كل دي حاجات الكنيسة صحية ليها تماما ووعية تماما إن الروح القدس له قيمة في العبادة. إذن نحن كنيسة الثالوث، شفنا الآب والثالوث،
شفنا الابن والثالوث، شفنا الروح القدس والثالوث، وقلنا حتى في المرات اللي بتوجه صلوات لأقنوم لازم تختم الصلاة بمين؟ بالأقنومين التالين. تعالوا نشوف بقى آخر حاجة نختم بيها الجزئية دي، الثالوث كله على بعضه. قلنا بنبدأ صلواتنا باسم الآب والابن والروح القدس، ده النص الكتابي. بس كنيستنا عشان عندها وعي لاهوتي وعقيدي مكتب ما بتكتفي بالنص بس كده، لكن تقول إله واحد، أمين. عند رفع الحمل مجدا وإكراما، إكراما ومجدا لمين؟ للثالوث القدوس اللي هو مين؟ الآب والابن والروح القدس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله. كنيسة ثالوث ولا كنيسة أقنوم؟ ما ينفعش تبقى كنيسة أقنوم واحد. بعد ما بيعلن الكاهن المجد والكرامة للثالوث، يحصل زي دايالوج كده وحوار ما بين أبونا والشماس، فيمسك الحمل على إيده ويمسك الصليب ويقول خين فران مفيوت نمي بشيري نمي بنظمة اس قواب اونوت ونقوت امين، باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يقدم المجد والكرامة لكل اقنوم على حدة، مبارك الله الاب ضابط الكل. فالشماس يقول ايه؟ امين. ما هو ابونا خايف احسن الثالوث يضيع في الزحمة لما قلناهم في الأول حتة واحدة، فبيبتدي أبونا يشرح أكتر، لإلا نقع في بدعة سابيليوس ونفهم إن الثلاث أقانيم ينفع يكونوا أقنوم واحد، لا ده في تمايز. فبعد ما قلنا البسملة يرجع أبونا مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، يرد الشماس أمين. مبارك الروح القدس المعزي، يرد الشماس أمين. وبعد ما يختموا التمثيلية الجميلة والحوار الديالوج الحلو ده، يرد الشعب ويقولوا إيه؟ زوك سابتريكي، اللي هي المجد للآب والابن والروح الإيه؟ والروح القدس. عبادتنا عبادة ثالوثية بامتياز، بشكل متكرر في كل صلواتنا بنقول كده، تنقو قشت أمكو بخريستوس نمبكيو تنقاغصوس نمبب نظمة إس أواب جي أك إي أك ستيمو، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس. وكنيستنا زكية، أصل احنا في كل مرة بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، نقول الآب الأول ثم الابن ثم الروح. أعمدك يا فلان باسم الآب والابن والروح القدس، محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد شركة موهبة عطيته الروح القدس. فممكن واحد يظن ان احنا بنقول الاب في الاول اصله اعظم، احنا بنقول الابن قبل الروح اصل الابن اعلى من الروح، فتيجي في اللحن ده تذكر الابن قبل مين؟ قبل الاب. نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس. الخلاصة يقول لنا كده القديس إيرينيوس، حيث توجد الكنيسة يوجد أيضا روح الله، وحيث يوجد روح الله توجد الكنيسة وكل نعمة وكل ملء النعمة. المشتركون بالروح هم الذين يأخذون من أمهم طعام الحياة ويتقبلون كل شيء من الينبوع الكلي الطهارة الجاري من جسد المسيح. حتى وهو برضو بيتكلم عن الروح يقول لنا إن الروح بيأخذ من المسيح، والروح بيشكلنا على صورة الابن، والابن والروح ينقلونا إلى ملكوت الآب حتى نصبح شركاء ملكوت مسيحه. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان ولظهر الدور أمين. كل الشكر لقدسك أبونا على محبتك وعلى مجيئك. تقريبا أخذ أبونا يعني تقريبا كده 7 ساعات عشان يجيلنا، يعني تقريبا سافر من الساعة 5 الصبح من صملوط حيث منطقة خدمته، وتقريبا وصل تقريبا يعني زي الساعة 12،
مشوار كبير قوي مليان بالمحبة ومليان بالتعب والمشقة. عشان كده أنا بستسمحكم إن إحنا نركز على قدر طاقتنا، ويكون النهاردة الإيقاع بتاع الحركة بتاعتنا سريعة، لأنه النهاردة هناخد 3 محاضرات عشان نستفيد أكبر قدر ممكن. وأبونا بيدرس كل المواد ديت، وفي PDF النهاردة أو دلوقتي وأنتوا قاعدين راح يتبعت، لأن أبونا بعت لي الحقيقة 3 محاضرات وأنا هبعتهم لحضراتكم. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة الثالوث القدوس، وقلبي ولساني للثالوث إيه؟ يسبحاني. وإحنا كمان في الكنيسة بنقول ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، والكنيسة هي معمل الثالوث القدوس، وجميع العطايا تعطى من الآب بالابن في الروح القدس. أرجو أن احنا نحفظ القاعدة اللاهوتية، كل العطايا تعطى من الآب بالابن في الروح القدس. أيضا الروح القدس هو الفاعل في الأسرار، جميع الأسرار تتم من خلال حضور وتقديس الروح القدس. أنصاف الحقائق ليست حقائق، لذلك الهراطقة دايما بيقولوا أنصاف الحقائق. فسلامة التعليم وأيضا سلامة التوصيل، علشان في محاضرات كتيرة احنا أخدناها عن الثالوث، والقديسين والأباء كتبوا كتب عن الثالوث وعن الروح القدس. أرجو ترجعوا لكتاب القديس ديديموس الضرير عن الروح القدس، كتاب هيلاري أسقف بواتييه عن الروح القدس، كتاب القديس أغسطينوس عن الروح القدس، كتاب البابا أثناسيوس عن الروح القدس، كتاب القديس باسيليوس عن الروح القدس. كل هذه الكتابات تم ترجمتها، ونشكر ربنا بمعونة ربنا الكنيسة القبطية كنيسة ولود، وفي طاقات كتير بتشتغل في الخدمة وفي ترجمة الآباء. المجامع المسكونية كلمة مجمع مسكوني يعني معناها يحضروا أساقفة الكنائس كلها من كل العالم. نحن نؤمن فقط ب3 مجامع مسكونية كما تعلمون: مجمع نيقيا، مجمع القسطنطينية، ومجمع أفسس. هذه هي فقط 3 مجامع التي نؤمن بالمقررات التي صاغها الآباء. كيف صاغها الآباء؟ صاغوها بخبرة السجود والصلاة والدموع والنسك والصيامات والاستنارة، وجاءت كل المقررات التي نتجت عنها هذه المجامع بإجماع الآباء، باتفاق عموم الآباء، أو بالحجة والتوثيق الآبائي. لذلك الكنيسة كنيستنا كنيسة غنية جدا، وكل مقررات المجامع ما ينفعش حد يدخل، ما ينفعش حد يحضر القداس ويدخل يتقدم إلى الإفخارستية إلا إذا كان له إيمان واحد وعقيدة واحدة، معمودية واحدة، رب واحد، اتفاق الإيمان. لذلك لما بنقول قانون الإيمان بنقوله في بداية قداس المؤمنين، وبنقوله كلمة الأمانة، أمانة يعني معناه أومولوجية يعني اعتراف. ولما بنقول قانون الإيمان في الكنيسة لو تلاحظهم بنقوله بطريقة الفوناتكس بتاعته والصوتيات بتاعته زي السلام الجمهوري: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب. لماذا نقول هكذا؟ لأن ده اعتراف يعني أومولوجية بالأمانة المستقيمة، أمانة نقية، وبناء على هذه الأمانة نتقدم إلى التناول. يعني الذي ليس له هذه الأمانة ما ينفعش. احنا في الكنيسة القبطية ليس لدينا ضيافة إفخارستية،
في الكنيسة القبطية ليس لدينا ضيافة إفخارستية. هناك فرق بين أن نحب كل الناس، ولكن أيضا هناك فرق أن نتمسك بإيماننا المسلم مرة للقديسين. الإيمان ما فيهوش تغيير، ما فيهوش تحوير، ما فيهوش ابتداع، ما فيهوش إضافات، ما فيهوش حذف، ما فيهوش تنوع. إيمان مسلم مرة واحدة للقديسين.